أنا استعل عندي. اترك السلاح. أنا عندي اسم سمعة يا أخي، ما بسمح لحدا يقول إني سلمت حالي. اترك السلاح ولا اتركه. موضوع طلع من إيدك بابا، ما رح خلي حدا يقول إنه تخبى وراء أبوه وحتى ما فيه. أنا بحل القصة لحالي، ماني بحاجة مساعدتك. ما بخلي حدا يقول عني إني اشتغلت مع الشرطة. نجيب خلصنا بقى، نزل سلاحك يلا. لا، أنت ورطتني لإلي. اسمع كلمة أبوك. لك ما ضل شيء اسمعه. عم مساعد البابا، بترجاك تساعده الله يخليك. ايه نجيب، هلا رح تنزل سلاحك وكلنا رح نطلع من هون بخير وسلامة. لا ولك، لا، ما رح سلم حالي مثل أبي، ما حدا رح يأثر بشخصيتي. تضرب أنت والشخصية تبعك. نزل سلاحك أنت. إذا ما نزلته لهذا السلاح رح أوصك إلك وبعدين الولد. ابني بل حاكي فاضي، هو من المهمات الخاصة. قبل ما تحرك لزناد بتأكل الرصاصتين بجبينك فورا. انت شو مفكرنا عم نعمل هون بابا؟ نحنا مو ضعفة، يجرب بلكي بطلع بروحه. بس ابني بكفي بقى. لك نزل سلاحك ولك. اللي شاف الموت ما بيخاف منه أبدا. معناها أنا عملت اللي عليه. نزل سلاحك. لا نجيب، لا تعملها. عاكف واقف بكفي هيك. لا ترد عليه اخي عاكف، طول بالك. لك لا تعملها نجيب. لا اخي عاكف، نجيب، نجيب لا تعملها. بابا، 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 بابا.